السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. مستشارك القانوني بنتكلم فيه عن كل المواضيع اللي بتهم الرجل والمرأة، بتهم الأسرة المصرية، بتهم كل واحد مننا عايش على أرض مصر. ممكن يكون عندك مشكلة قانونية بتحاول تفسرها لنا، وبنحاول نجيب لك الإجابة مع الخبراء والمستشارين القانونيين اللي بيكونوا ضيوف معانا وبيدوا لك الحلول لأي مشكلة ممكن تصادفك. ولكن من أهم المشكلات اللي ممكن تصادف أي أسرة مصرية هي الخلع والطلاق. الخلع والطلاق من المشاكل الهامة جدا 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 في مجتمعنا المصري، وأصبحت ظاهرة منتشرة بطريقة رهيبة جدا. انتشار هذه الظاهرة الخلع أو الطلاق لأسبابه بيرجع لأسباب كثيرة جدا، منها أسباب السوشيال ميديا، منها أسباب عدم التفاهم بين الزوجين، منها أسباب التعنت بين الزوجين، منها أسباب الاختيار الخاطئ، منها الأهل ودورهم في إن هم يتم مزيجة بين شاب وفتاة الاتنين مفيش تفاهم بينهم. كل هذه الأسباب وكل هذه المشاكل هنحاول نستعرضها النهاردة، ونحاول نجاوب عليها مع ضيفنا المستشار محمد النحاس، المستشار القانوني والمحامي بالنقد. أهلا بيك أستاذ محمد. كل سنة وحضرتك طيب. عليك طيب وبخير يا رب. وطبعا حضرتك أكيد بتصادف في مجالك القانوني مشاكل كتيرة جدا، سواء بقى مشاكل جنائية، مدنية، تجارية، عمالية، ولكن جانب محاكم الأسرة والجانب الأسري بيبقى ليه جانب كبير جدا في حياة كل محامي في شغله. مظبوط. الجانب دوت بيتطرق لحاجات كتيرة جدا. بيجي الزوج أو الزوجة لحضرتك، وبيجي لو الطلاق ممكن الزوج بيسعى إليه إن هو عايز يقوم بالطلاق، أو لو في خلع غالبا ما بتأتي الزوجة إلى المحامي عشان تقيم دعوى خلع. مظبوط. ولكن لما بنيجي نشوف أساس الخلع وأساس الطلاق هو مذكور في القرآن، وهو الله سبحانه وتعالى جعله رحمة ما بين الزوجين لعدم التفاهم، فبيبتدي إن هو لو ما فيش تفاهم بين الاتنين شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق إلى أن كل واحد منهما ينفصل عن الآخر ويكمل في حياته الأخرى. وبالنسبة للخلع ورد في أحاديث كثيرة، ومنها حديث امرأة أحد الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تشتكي من خلق هذا الزوج ولا تعيب عليه في دين، ولكنها كرهت العيش معه. هنا بقى ولكن الرسول سبحانه وتعالى ما سألهاش، هو أباح لها على طول الخلع وقال لها ردي عليه حديقته، وبالتالي ردت الحديقة وطلقت من هذا الصحابي. الشاهد هنا ان هذا الرجل كان صحابي يتمتع باخلاق دسمه، يتمتع بالصلاه والصوم والعباده من صحابه رسول الله، ولكن المراه جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي عدم القدره على العيش مع هذا الزوج. اباح له الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاء الخلع. إذن الخلع في التشريع الاسلامي هو موجود. الخلع احد الحقوق للزوجه، والطلاق أحد الحلول للزوج كي ينفصل عن زوجته. طيب حضرتك هنتكلم عن الخلع في القانون المصري. ابتدى القوانين المصرية تقنن هذا في تشريعات قانونية على أساس تحصر هذه المسألة ويكون لها قواعد وقوانين. يريد نتكلم عن الأسباب التي تؤدي أولا إلى أن تذهب المرأة إلى المحامي لتطلب الخلع. بداية بشكر معاليك وبشكر كل المشاهدين. احنا عندنا موضوع كبير قوي ويمس الأسرة المصرية منذ الأمد حتى هذه الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتت تلك الرواية الرائعة التي نحن نهتدي بها الآن لم تطبق ولم تنفذ وفقا للوضع الحالي أو وفقا للمعايير اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. القانون المصري في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بمادة الخلع. فما هو الخلع؟ الخلع هو الحكم الذي يصدر بالتطليق. هتيجي تقول لي ما هو طلاق؟ لا، هناك فرق بين الطلاق والتطليق. الطلاق يصدر من الرجل الذي
سمح له بيده وفقا للشريعة الإسلامية أن يطلق اليمين، وهذا ما يطلق عليه الطلاق، فالطلاق من الرجل من عصمته. أما التطليق هو من القاضي أو من الخبير المنوط به أنه يعطي للمرأة حقها في التطليق وليس الطلاق. طب إحنا فرقنا بين الاثنين ليه؟ التطليق وفقا لنص القانون في مادة الخلع لا يحق للزوج اتخاذ أي إجراءات سواء كان باستئناف حكم الخلع أو بنقض هذا الحكم، يعني بالبلدي كده إنها أصبحت طلقة بائنة نهائية لا يجوز مراجعتها إلا بعقد ومهر جديد. أما الطلاق، الطلاق نوعان، طلاق رجعي يجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة. يعني إيه؟ يعني أنا طلقت زوجتي ورميت عليها اليمين، هل في هذه الحالة يحق للزوج؟ نعم يراجعها ولو بدون رضاه، وهنا ما يطلق عليه الطلاق الذي يملكه الرجل. نخش في موضوعنا بقى الذي في غاية الأهمية النهاردة، يعني هي رسالة من خلال هذا المنبر الإعلامي الرائع. بقول لبنتي، بقول لأختي، بقول لكل مواطنة، كل ست في مصر، لا تتعجلي يا أختها. مش كل مشكلة ما بين زوج وزوجة أجري على المحامي أقول له يلا يا أستاذ خد لي إجراءات، المستفيد هو الزميل المحامي وأنا واحد منهم. لما بيجي لي حالات، أنا عندي من الحالات النادرة تيجي زوجة تقول لي أنا عايز أقيم دعوة الخلع، ليه؟ أنا بسألها ليه؟ كان يكون رد بتاعها رد أنا لا أقبله عقليا، ولا أنا رجل، ولكن أنا أحصل أتعابي القانونية، فأنا دي الأمانة المهنية، ولكن تمام. قبلها الإرشاد أكيد. عندنا حالات الخلع تيجي زوجة تقول لك يا أستاذ أنا عايز أقيم دعوة الخلع على زوجة، أنا بقالي معاه سنة وإنني أبغض الحياة، وتروح جاية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معليك استهلنا بيه هذا البرنامج، وتقول لي أنني أبغضه. طب أنت تبغضيه؟ أخشى ألا أقيم حدود الله. تعالي تعالي نشرحها، إيه هي أبغى أخشى ألا أقيم حدود الله؟ هل هو رجل سيء؟ هل يتعامل معك بسوء نية؟ هنا الزوجة تقول لك طب لو سمحت من فضل معليك أنا جاية أخلع. ففي إحدى المرات حبيت أعرف هي خلعت ليه. للأسف الشديد أنا مش بشير لشخص بذاته أو واحدة بذاتها، هناك كثير من السيدات الذين يقومون بالزواج بغرض التحصل على منفعة خاصة، وتكون الشريعة الإسلامية الحنيفة التي أدت في نص المادة 2 والمادة 10 من الدستور المصري التي قالت أنه على بد أن يتم توثيق أواصر الأسرة المصرية. أنت النهاردة جاي تخلعي ليه؟ أنا جاي أخلع أن أنا أبغضه. إيه أسباب البغض؟ ما عندهاش أي أسباب بغض. للأمانة المهنية بضطر أخذ الإجراءات اللي هي عايزاها بناء على طلبها، ولكن أنا بقول بكل صدق ليس كل امرأة أتت إلى مكتبي على حد الفرض أو لأحد الزملاء كانت صاحبته حق. طيب انت حضرتك دلوقتي بتفسر، ودي نماذج موجودة ولكل القاعدة شواذ، في ممكن بعض الزوجات بتأتي لمصلحة معينة أو مش عايزة تكمل البعض، احنا مش هنعمم، ولكن احنا بنقول في بتوصل لبعض الأحيان لبعض الزوجات ان هي بيستحيل معها العشرة مع الزوج، هي بنبص بقى لحاجة تانية تقول لك أنا مشاعري مش قادرة أتقبل، مش قادرة أعيش معاه، هو كويس جدا وبيصرف وي بس أنا مش قادرة. دي حاجة بتبقى داخلية جوه المرأة بقى، البغض البغض هي مش قادرة تكمل معاه أو مش قادرة تدي جميع الحقوق الشرعية اللي هي خلاص، فحاسة إن هي مش قادرة. وفي نفس الوقت بنلاحظ إن برضو هناك تعنت من بعض الأزواج، مظبوط، إن الزوج بيتعنت. أنا النهاردة لقيت إن الزوجة وصل بيا انا وهي الخلاف ان احنا مش قادرين نتفاهم مع بعض، مظبوط. هنا بيحصل وبيكون بيننا اولاد، أيوة. هنا بيحصل تعنت بين الزوج والزوجه، هنا الزوج بيتعنت لعدم التطليق، مظبوط. فبتلجا الزوجه الى الخلع، والزوجه خلاص استحالت العشره مع الزوج فبتلجا الى الخلع. اذا الزوج هنا بيخاف، بيوصل برضو العند بينهم ان هو مش عاوز يطلق لسبب، يقول لك انا لو طلقت هتاخد مني نفقه ومتعه هو بيبص لها من الناحيه الماديه، خلينا نقول ان هو بيبص من الناحيه الماديه، والزوجه بتقول انا عايزه اخلع على اساس ان انا مش قادره استحاله العشره معايا. هنا وصلنا اللي بين الاثنين ان في فجوه بين الزوج والزوجه، تعنت من الزوج وتعنت من الزوجة إن هي استحالة العشرة بينهم. هنا مهما بيحصل بتروح للمحامي أو بيوصل لحكم من عندها أو حكم من عنده
واستحالت العشرة بينهما. هنا ما يجب على الزوج بقى؟ يعني احنا بنقول للزوج اذا وصل الحال وأباضتني الزوجة وقالت لي انا مش قادرة اكمل، ايه الاجراء اللي يعمله الزوج؟ هل يحاول مرة واثنين وتلاتة ان هو يبدي احسن ما عنده حتى الزوجة تستجيب لرغبات الزوج؟ هناخد تليفون ونرجع لحضرتك. اتفضل معاك. مين معانا يا فندم؟ ام كريم. الو ام كريم اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رئيستك في سؤال بس. اتفضلي. انا اختي وجوزها يعني ناس كبار. هي 65 وهو 74. اه. الاثنين على طول في مشاكل وعندهم اولادهم متجوزهم بس لهم شاب مسافر بره، فعلى طول هم في شكل بسبب موضوع معين. يعني مثلا كان هو قاعد في السعودية فترة حوالي 15 أو يعني 20 سنة مثلا في السعودية. تمام. وخلصوا وكان بنا بيت، وأمه وأبوه كتبوه باسم إخواته كلهم. تمام. فالمهم لما حصلت مشاكل فإخواته باعوا البيت ودوا كل واحد حقه، يعني ما قالوش بقى حتى ذكر مثل حظ الانثيين زي القران ما قال، لا ده هم باعوه عملوا البنت زي الولد والبيت اتباع وهو قعد مؤقت في بعقد مؤقت في البيت. تمام. وطبعا البيت وحش لان فوق كان مؤقت وتحتها مؤقت وعلى طول مشاكل وافلال البنات. طيب. ودايما يحب يشتم وزعاه لما تجيب له سيره تقول له روح شوف اللي كلوا حقك وكلوا جري السعوديه ومعرفش ايه، ويوم يقول لها انا هبيع هدوم لاخواتي معرفش ايه، اجي اصلح بينهم معرفش، مع بعض. طب هما دلوقتي عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ مشكلتهم في ايه مع بعض؟ هي دلوقتي بقى هو يقول لي اقول له يعني انا دلوقتي انتوا بالنسبه لي اخو وام مش اختي. أيوه. وجوزها. ايوه ايوه. بس ومع ذلك انا عايزاكم مثلا تهدم ده، انتوا كبرتم، ده انتوا بقيت جد وهي جده وما ينفعش. عاوزين ينفصلوا؟ راح يقولي لاختي الكلام ده. طيب انت عايزه تقول لي انا عاوز منه ايه؟ هو ضيع الدنيا والولد غرب ومش لاقيين حتى اتجوز ولا حاجه، وكفايه ان هو متشحط. طيب. اي مشكله تصير داخلين موضوع البيت. تمام. المهم يعني ايه وضعهم؟ نعمل ايه في الوضع اللي هم فيه؟ احنا من خلال رساله حضرتك وتليفون حضرتك هنوجه لهم رساله ان شاء الله ان هم خلاص يعني الناس كبار والناس بقوا جدود يتماشوا مع بعض وكل واحد يعني يتنازل للاخر شويه عن بعض متطلباته والحياه تمشي خلاص، اللي جاي مش قد اللي رايح، وان شاء الله يحاولوا مع بعض يأقلموا الظروف. وانت كمان سمعيهم المكالمه بتاعتك ديت ويمكن من خلالها تكون بشره خير ان هم يرجع الوئام بينهم تاني. شكرا ليكي، شكرا لحضرتك. استاذ محمد هنرجع لحضرتك تاني والسؤال اللي احنا كنا بنقوله. هنا التطبيق الشرعي الاسلامي زي ما قلت حضرتك معاليك، احنا النهارده القانون الوضعي الحالي اللي هو بيبيح للقاضي في التطليق انه ينتدب خبير، هو ده اللي بيحصل زي الشريعه الاسلاميه. أي. فهي تنتدب خبيرين وبالخبيرين دول بيحاولوا يصلحوا كيفما يحدث الان، زي ما معاليك انت قمت بدور الخبير وهو الخبير الذي ينوب به عمليه الاصلاح في الميزان. على الاقل كمان ده يشيل شويه، ده احنا بنقولها بالبلدي، ولكن هذا الحقيقه لابد من المراعاه بين الطرفين. فاذا النهارده القاضي حينما ينتدب خبيرين هو للاصلاح، فاذا لم يتم الاصلاح فعليه ان ترد حضرتك قلت في البدايه يرد حديقته. احنا بقى بنقول هنا للكل وللجميع من هذا المنبر، المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترد كل ما اخذت. انا عندي قائمه منقولات، انا عندي مشغولات ذهبيه، انا عندي مبالغ ماليه حطيتها في بنوك، هل كل ده هترده؟ إذا طبقت الشريعة الإسلامية بحذافيرها فترد. بس أنا يعني أنا احنا عندنا أنا قرأت حضرتك في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان الصحابي في الحديث دوت بالذات كان فيه ليها حديقتين فردت واحدة وقالت له أزيد، قال لها لا ما تزيدش. الوضع اختلف. أيوة ما تزيدش، هي تدي الحديقة بس، أما قالت له وأزيد فقال لها لا ما تزيديش، ما تديش أكتر من الحديقة. طيب احنا أنا مش هتكلم على يعني لو النهاردة النهاردة برضو احنا أنت حضرتك أثرت مشكلة كبيرة جدا وتساؤل مهم جدا. النهاردة لو كانوا الاتنين مثلا شركاء في مصنع على حد الفرض ماشي، الاتنين الزوج والزوجة شركاء في مصنع واختلفوا إن هما خلاص هيحصل بينهم خلع، هل في هذه الحالة هي النهاردة بتتنازل عن المقدم والمؤخر والنفقة والمتعة في الخلع؟ طيب هل ستتنازل حقها في المصنع اللي هي شريكة لي فيه؟ بالطبع لا،
الاثار التجاريه والمدنيه خاصه، لا علاقه لها بالشريعه الاسلاميه. تمام. دي معاملات ماليه تجاريه خلاص. أيوة. ده وضع وده وضع. لكن انا اتحدث عن امر اخر. الحديث في تقنينه، على فكره لدينا من عشرات القضايا الحاليه امام المحكمه الدستوريه في الطعن على نص ماده الخلع. ولكن اللي انا بقوله دلوقتي ان تردوا علي ما هو المقصود بالرد، مش انا اللي هقوله. اهل الشريعه الاسلاميه اولى بهذا الرد. طيب هناخد احمد ونرجع لحضرتك. اتفضل معلي استاذ احمد من اكتوبر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك وبالاستاذ محمد. اهلا بحضرتك كمان. وهستاذنك بس انا كنت عايز اعرف، هل دعوى الخلع لو القاضي رفضها يحق للزوجه ان هي ترفعها مره ثانيه؟ حاضر. ولا ما ترفعهاش؟ حاضر. وهل بتاثر دعوى الخلع على ان الزوجه تطلب قائمه المنقولات بتاعتها ولا ما تطلبش القائمه في الحاله ديت؟ حاضر. وايه حكم القانون، تمام، او حكم الشرع في ان لو كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان لما امروا برد الحديقه ان هو كان رفض يطلقها، فاحنا ما عندناش حكم القصه دي، فلو كان هو رفض يطلقها في الوقت ده كان ايه حكم القانون او ايه حكم الشرع؟ حاضر. واخر سؤال بقى معلش، اتفضل. بالنسبه هل دعوى الخلع بين المسلمين بس ولا بالنسبه للمسيحيين ممكن دعوى الخلع او للمله الاخرى او الدين الاخر؟ حاضر. كلهم رفع دعوى الخلع. هنجاوبك. حاضر يا فندم، شكرا ليك استاذ احمد. بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. تابعنا ان شاء الله وهنجاوبك على كل الاسئله. السؤال الاول، الاجابه يحق للمرء اقامه دعوى الخلع؟ نعم يحق إقامتها لأكثر من مرة. ليس معنى أن المحكمة قد رفضت دعوى الخلع لسبب إجراء شكلي في خطأ رفع الدعوة، ما هو بيحصل. أيوه. ما عليك من شروط رفع دعوة الخلع أثناء المحكمين أنه هو يترد مقدم الصداء الوارد في العقد. تمام. أحيانا بتجهل هذا أو بعض السادة الزملاء يجهلوا رد هذا المبلغ فتترفض الدعوة. أيوه. هل معنى كده أن أنا أسلب حقها في إقامتها مرة وتانية وتالتة؟ بالطبع لا. السؤال الثاني، قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها، وأقولها للكل لأن الناس تجهل هذه الأمر. قائمة منقولات الزوجية هي عقد من عقود الأمانة، لا علاقة لها بالزواج، لا علاقة لها بالطلاق. فقائمة المنقولات الزوجية وجب ردها سواء كان هناك خلع، سواء كان هناك تطليق، أمر مستقل بذاته. والمادة قانون العقوبات كان مستقل بهذه المادة كونها من العقود التي وردت على سبيل الحصر. بالنسبه للحديث ان هي ردت ان هو كان رفض لو كان رفض لو هو كان رفض، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذهبت اليه وقالت انني ابغضه، خلاص. انا هنوصلهم لايه؟ احنا عندنا في المحاكم الجنائيه جرائم القتل ما بين الزوج والزوجه والزوج والزوجه النهارده تعدت الاحصائيه. السبب ايه؟ السبب ان كل منهم يتعنت. انا النهارده زوج وجاتني زوجتي بتقول مش عايز اعيش معاك، خلاص يا سيدي اترك لها العنان. يعني انت النهارده ايه الحكمه من انك تزيد القيد عليها؟ ما انت بتشل مخها العقلي، بتخسر مخها، تتصرف تصرفات غير لائقه، غير طبيعيه، قد تصل الى القتل. دي حريتها. ولكن حينما ورد هذا الحديث كان اجابه للان، يا رجال من جاءتكم وتطلب خلعا او تطليقا، انا عارف ان انت خايف على اسرتك، خايف على عيالك، لكن في امور تانية الله هو عالمها. حديث سيدنا ابراهيم زمان، لو نرجع لما ذهب لابنه وقال فلتغيروا عتبتك. هو غير عتبته ليه؟ كل الامور دي احنا عندنا بعد ديني. احنا لو لجأنا نيجي بقى للاخوه الزميين او على الديانات اخرى. اولا انا في هذا الرد اقول له يا اخي او يا زميلي، هذا الامر يتعلق كنائسي وله شروطه وله المراسم الخاصة به، ولا تخضع أحكام الشريعة الإسلامية في نص المادة 20 من القانون رقم 1 الخاص بالخلع للإخوة الأقباط، لهما ما يخصهما تشريعا في أمور الأحوال الشخصية. ولكن هناك من بعض من مع بعض تغيير في المذاهب في الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية، وهذا أمر ليس هو من منبر الخلع. أيوة. فلهما أمر خاص بهم. تمام. طيب إحنا عايزين نرجع لحضرتك، أنت أشرت الكلمة جميلة قوي إن التعنت بين الزوج والزوجة بيصل بنا إلى القتل. بالضبط. ولكن أنا بشوف إن ثقافة مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا
بتخلينا وبنتكلم بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة اللي احنا نحط راسنا في الرمل زي النعامة. بمعنى لما بتيجي زوجة بتقول لحد من قرايبها انا مش قادرة اكمل او مش قادرة اعيش او مش قادرة، يقولها لا اصبري وكملي عشان خاطر ولادك. وده الكلام السائد وده اللي بنسمعه في مجتمعنا وده اللي في مجتمعنا المصري بنشوفه. بتصل بيوصل بيها الحد لان هي بتسمع الكلام ولكن خلاص انتوا مش عاوزين الموضوع دوت، خلاص انا بقى هعيش حياتي وهبتدي. كل منا انسان ضعيف فبيوصل مع النهارده مع احترامي للجميع مع السوشيال ميديا والقنوات المفتوحه وكل الحاجات دي كلها بيوصل الحد. لو انا ما بقولش ما بعممش على الكل ولكن بعض بيحصل في البعض ان ممكن بتصل ان هي بتتواصل مع حد اخر على بتجد معه الزوجية بتجد معه ما صح. لا تجده مع زوجها صح، واخد بالك؟ يبقى هنا احنا وصلنا الاهل او المجتمع وصل الزوجه دي بايديه كده بدايه الخيانه مزبوط. ولكن اذا كنا من الاول وقفنا وقلنا لا خلاص انت مش قادره تكملي او انت مش قادره تكمل استوب تعالى وان يتفرق يغني كلا من ساعتي، فرقونا بمعروف واخد بالك ازاي يا ربنا، وان يتفرق الله كل هيغني كل واحد من ساعته. فيعني احنا بنقول احنا ما بنحضش على دوت، ولكن احنا لما بنشوف ان عدد الطلاق زائد يعني كل دقيقتين حاله طلاق ووصلت حالات الخلع الى 10,000 حاله في السنه وحالات الطلاق يعني كل ده بيحصل حضرتك، بنقول يعني سببه ايه؟ هو سببه اللي احنا كمجتمع ما بنقفش امام هذه الامور ونحلها حل جذري، احنا بالعكس بندي مسكنات والمسكنات دي بتاثر على الزوج والزوجه بعد كده. حضرتك شايف ان النت والسماوات المفتوحه والسوشيال ميديا سبب في ده؟ ده اخطر شيء حاليا هو السوشيال ميديا. طبعا النهارده حتى طب ناخد اتصال من الرجاله. اتفضل معاك استاذه امل. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور والسرور استاذ هاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، معك امل بليو. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بالشعب الليبي كله بقى، بتمثل الشعب الليبي والمراه الليبيه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. حبيت ارحب بحضرتك وضيفك الكريم وابارك لك على البرنامج الاكثر من رائع. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. مش غريب طبعا على الاستاذ هاني. ربنا يخليكي، بنشكرك. وهنسالك بقى وانت معانا هنا يعني، وانت اكيد تابعتي الحلقه وشايفه الحوار معانا ومع الاستاذ ضيفنا استاذ محمد، وبنشوف الكلام عن الخلع والمراه وكل ما بيؤدي الى ان تصل المراه الى الخلع. شايفه حضرتك بما انك بقى امراه ليبيه، شايفه الوضع الحالي بالنسبه للمراه اذا استحالت العشره معها ومع الزوج تعمل ايه؟ انا بعيدا على اي خلاف او على اي جنسيه، هي المراه زي ما احنا حصل قبل كده واتكلمنا في نفس الموضوع. وكان لي الشرف ان انا كنت معاك في حلقه من الحلقات واتكلمنا على الموضوع ده. بس انا برضو ارجع واكد ان انا مع الست وان انا مع التطليق، على اشد على ايد الاستاذ ان انا مع التطليق غير موضوع الطلاق بشيء اخر. بس انا مع اي مراه عندها ضرر من اي اتجاه انا معاها من موضوع التطليق، فانا مع الخلع. مع الخلع. طيب. مع الخلع بقوه. طيب شكرا ليك يا استاذ امل وسعداء بحضرتك. شكرا. وشكرا لمداخلتك الجميله. كل سنه وحضرتك طيبه وتابعينا ان شاء الله مع الحلقه. شكرا ليك يا استاذ امل. المرأة هي المرأة، إذا وصل الحال إلى أنها لا تطيق العيش فبتطلب الخلع الشرعي. طيب لما بنيجي للمشاكل بين الزوجين، وقلنا حضرتك ان السوشيال ميديا بتكون سبب، وهي مش كل الاسباب ولكن سبب من هذه 50% 60%. وايضا المحيطين بينا، البيئه برضو سبب من الاسباب. الصحبه بتكون سبب من الاسباب. كل دي بتبقى اسباب بتؤدي الى فشل الاسره، ومحاكم الاسره مكتظه بالقضايا ومكتظة بالمشاكل ومكتظة بحاجات كتيرة جدا، إلى أن وصل إلى بعض القوانين اللي هي بتحاول تحل لقانون الأسرة
وتعمل تشريعات جديده لقانون الاسره. اه مظبوط. ولكن لسه في محل البحث والدراسه والتشريع. ولكن لما بنيجي نشوف ان الدوله اهتمت برضو بان هي تشوف المشاكل بين الرجل والمراه وتحاول تحلها عن طريق تشريعات جديده تحاول تكون سبب في حل المشاكل بين الرجل والمراه. لما بنيجي نرجع بقى ونشوف نقطه تانية جديده جدا على مجتمعنا وهي التشريعات الجديده بخصوص الزوجه الثانيه او الزيجه الثانيه. حضرتك هتكلمني عن الموضوع دوت وبعض بقى الحاجات اللي ابتدت هنقول التحايل على هذه القوانين، كان ليه بعض الناس اللي ابتدت تتحايل على هذه القوانين، هتقول لي بعض الحيل دي كانت ازاي وبتتم ازاي، بس هناخدها بعد هذا الاتصال. استاذة اكرام من الجيزة اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك ممكن اسال المستشار محمد ايه هو طلاق الضرر؟ طلاق الضرر، حاضر. تمام وبشكركم بجد، فقراتكم حلوه قوي ودايما بتفيدونا يعني، والمستشار الله ينور يعني دايما بيفيدنا بمعلومات. حاضر يا فندم، حاضر، تابعينا وان شاء الله هيجاوبك المستشار محمد على طلاق الضرر ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذه اكرام. هنرجع بس هناخد السؤال اجابه استاذه اكرام، بس هناخد الكلام اللي احنا كنا بنقول الاول حضرتك هتجاوبني عليه. تقول لي بقى الحيل من ضمنها النهارده اي زوج عايز يهرب من قصه إن الزوجة الأولى ما تعرفش يلجأ إلى تحرير عقد زواج عرفي. وعقود الزواج العرفي مش عايز أقول الكم الرهيب إن أنا لدرجة إن أنا أطبعها عند البقال. لا في المكتبة في أنا مش عايز أقولها. ولكن هي المشكلة إن الناس مش قادرة تفهم وتعي. أنا مش ضد. إحنا ولا بس عايزين نوضح للناس عشان في ناس معلش الناس مش قانونيين، ناس ما تعرفش زوج وزوجه ما يعرفوش، ممكن واحده تقع تحت هذا طائله هذا الطريق دوت وما تبقاش فاهمه الحقوق اللي ليها واللي عليها ايه، فاحنا بنوضح احنا دورنا هنا ان احنا نوضح من خلال برنامجنا مستشارك القانوني وقناه الصحه والجمال وحضرتك ان احنا نبسط للناس ونوضح ليهم المعلومه على اساس ياخدوا الحذر ويكونوا على حذر وحيطه من ان يقعوا في هذه الطرق. بدايه لا يمنع الشرع ولا القانون. الاثنين لا يمنع الشرع ولا القانون من الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. شئت ما أبيت هذا شرع الله. لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا شرع الله. تمام. ولكن لما يجي الزوج احنا مش هنقول تحايل. هو بيلجأ إلى العقد الزواج العرفي لخشية أنه يقع في طائرة زوجته الأولى من المشاكل واللي واللي واللي. لكن هل هذا العقد يقع صحيحا أم باطلا؟ هو ده السؤال اللي المفروض أي مرأة حتى تتزوج أن تعلم. عقود الزواج العرفي قبول وإيجاب ومهر. قبول وإيجاب ومهر وولي اللي هو الأب العم الخال. إذا توفرت معاليك كل الشروط دي أصبح هذا العقد بالإشرار صحيحا قانونا شرعيا بدون شهود؟ ما قلت حضرتك تاني الشهود ده أساس العقد، ولكن الولي الإشرار المهر القبول والايجاب. ما هو لو في قبول وايجاب يبقى في اشعار. طيب هل ينفع ان انا اعمل هذا العقد انت وانا، انا زوج وجاي تاخد بنت معاليك وعندي اثنين شهود والكل على اشعار دون ان تعلم زوجتي الاولى، هل يقع هذا العقد باطلا؟ لا والف لا، صحيحا وفقا لنص الشرع. تمام. لكن لما يجي واحد يقنع واحده انا هعمل عقد جواز عرفي عشان مراتي الاولى ما تعرفش بيني وبينك، اقول لا فلا فلا، هذا العقد باطل والعلاقة غير شرعية إلا إذا توفرت قبول إيجاب ولي اللي هو الأب الأخ الابن العم ثم الإشهار. الإشهار ده الأهلية هي إن شاء الله يكون أبوها وأمها. هل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح. لما يجي بقى بعض الفتيات يقعن تحت طائلة العبث من بعض السادة الزملاء المحامين أو من الزوج يقول لها دي ورقة أهي يلا امضي امضي وحرر عقد زواج عرفي دون لا شهود ولا ولا ولا، هذا العقد باطل وتلك العلاقة من نكاح هي باطلة شرعا وقانونا ويسأل أمام الله. طيب إذا حضرتك أنت حطيت الشروط الأساسية اللي حطها القانون والشرع للزواج العرفي. طب هنا مع القوانين الجديدة المستحدثة والتحايل على الزوجة الأولى. أيوة. يعني احنا هنا بنتحايل على الزوجة الأولى ان انا تزوجت بزوجة اخرى. مزبوط. ومش عايز الزوجة الأولى تعرف.
القوانين الجديده بتغرمني وبت بتخليني لم يصدر يعني. انا بقول لك عموما احنا بنقول يعني القوانين الجديده هتغرمني وهتخليني ان انا اصل لممكن اتحبس. واخد بال حضرتك؟ طيب ابتدى يتلافى الموضوع دوت ويفلت منه ويدخل في حته تانية. صح. طيب النهارده انا عشان اروح من الحته دي للحته دي، الزوجه الاولى هتضطر ان هي لازم تعلنها. قبل كده كنا لازم يعني ان الزوجه الاولى حاليا مش موجود في القانون، مش معلوم ان انت تعلنها. لا طيب الوضع ايه دلوقتي الجديد؟ يعني النهارده مش هيعلن الزوجه الاولى. مظبوط. طيب الزوجه الاولى لو عرفت هتعمل ايه؟ اولا اي زوجه وكلام واضح بغضت الحياه مع زوجها نظرا انه تزوجها من اخرى، مع العلم هي لو وعت شرع الله سبحانه وتعالى هذا حق مكفول لك، ولكن هل يحق ليها ايه؟ ترفع دعوى عليك امام المحاكم الاسره وتطلب فيها الطلاق للضرر. اذا عاد عليها ضرر فيحق ليها. اذا لو عاد عليها ضرر من الزيجه الثانيه يحق ليها. ما شاء الله برضه. طيب هناخد نهى ونرجع لحضرتك تاني. نهى من الجيزه اتفضلي. ايوه اتفضلي يا فندم. إيه انا كنت عايزه الاول اسلم على المستشار محمد. ازي حضرتك؟ معاك اتفضلي. كنت عايزه اسال على الخلع بالنسبه لحضانه الاولاد. هو انا كنت عايزه اعرف بتبقى ليا ولا لجوزي؟ حاضر هنجاوبك. حاضر. وفي سؤال تاني معلش. اتفضل. كنت عايزه برضو اعرف في حاله الخلع في عده ولا لا، ولو في بيبقى مدتها قد ايه؟ حاضر يا فندم. وشكرا. حاضر. جدا لحضرتك والبرنامج. تابعينا ان شاء الله هنجاوبك باذن الله. طيب هناخد برضو الاسئله دي هنخليها في اخر خمس دقائق ناخدها كلها مع بعض. طيب احنا قلنا العقد العرفي انت حضرتك بينت شروطه وبينت كما جاء بالشرع والقانون ان هو لازم بيحتوي على كذا شروط جوهري يكون بيتم بيه. طب النهارده الزوجه الاولى حضرتك قلت لو علمت بالزيجه الثانيه للزوج من حقها ان هي ترفع دعوه تطليق للضرر. حال ثبوت الضرر يحق لها وفقا لنص القانون واللوائح الشرعيه. لو ارتضت الزوجة الأولى بالزيجة الثانية الحمد لله خلاص كده ما يبقاش في مشاكل، وحتى القانون الجديد لا يسر عليها بأي شيء، ما يقولهاش انت اعملي كذا، ما فيش، خلاص ارتضت. طيب بعض قال لك ان انا لو انا تزوجت الزيجة الثانية بطلق الزوجة الأولى واتزوج من غير ما اقول لها. أيوة. اطلق الزوجة الأولى واتزوج الزوجة الثانية، وفي حالة ديت الزوجة بقت الثانية هي اللي بقت الزوجة الأولى. مظبوط. ويعمل عقد جديد وإن هو يرجع الزوجة الأولى بعد الثانية، أصبح دلوقتي بقت الموضوع حتى لو علمت الزوجة خلاص بقت هي الزوجة الثانية، والزوجة الثانية أصبحت هي الزوجة الأولى. هذه الحيلة يعني بتحصل. الحيلة دي هتحصل إمتى؟ دي حيلة شيطانية. ده نداء لمجلس الشعب من خلال سبتمبر. لو صدر هذا القانون الذي يفرض عقوبة على الزوج هيكون هو ده الطريق، ده اللي هيتم. وللأسف الشديد انت النهاردة بتضرب نص الدستور، المادة حضرتك 10 كانت صريحة في دستور مصر. كيفية تواصل وأواصل الأسرة المصرية. احنا هنهدم الأسرة المصرية. أيوة. فأنا بنادي بنص المادة 10 يا مجلس الشعب. يا حبايبنا يا أهل التشريع، أين نحن من المادة 10؟ هذا القانون يخالف. ولو رجعنا للشرع الإسلامي، هل في ظل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرض أي عقوبة حين زواج بأخرى؟ إذا كان موجود فليطبق. لا مفيش. إحنا كنا بنلاحظ ولغاية الآن يعني بنلاحظ في المجتمعات العربية في بعض الدول العربية مباح الزواج، التعدد الزوجات عادي جدا ومفيش أي مع بعض تأثير في بيت واحد، ولكن هي ثقافة مجتمع بقى زي ما بنقول. إحنا عندنا في مصر لو الموضوع ده حصل فرعوني يعني الزوجة الثانية يعني أنا بلاحظ إن بعض الزوجات يعني لما تيجي تخيرها بين الزوج يقول لك الزوج هيتزوج زوجة ثانية ولا يعرف فلان، تقول لك لا يعرف بس ما يتجوزش. ما دي كارثة يعني النهاردة. لا يعرف ويعمل اللي هو عايزه بس ما يتجوزش. يعني أنت دلوقتي بتقيدي عليه شرع الله سبحانه وتعالى في حين إن أنت هو بس عايزاه مجرد يبقى هو ليكي بس، مش عايزه. ولكن هو من حقها طبعا ان هي تحافظ على بيتها وتحافظ على جوزها بس وفقا للشرع، وفقا للشرع تحافظي عليه وبتحوطي على بيتك واولادك. مش عيب ومن حقك ان انت تعملي كل دوت، بس ما توصلش ان هي توصل بيها للدرجه ان هي هتكدي ان هو بنوصل للقتل بقى هنا يعني زي ما حضرتك تؤدي. وصلنا لجرائم القتل. في احدى القضايا المنظوره حاليا لجريمه قتل في راس سدر، ودي القضايا المتداوله حتى جلستها في شهر 6 القادم ومعروفه على السوشيال ميديا. هل حضرتك تعلم هي قتلته ليه؟ سبب القتل ان هي طلبت منه في اول يوم من الزواج عدم استطاعه استكمال العلاقه الزوجيه. فكان يقيدها من اجل حقوق الشخصيه.
يقيدها بالحبال من ان اي اجل يحصل على حقوقه الشرعيه. حضرتك تم اغتيال قتله بدم بارد قدرته بعد 3 شهور من الزواج. احنا عايزين هل هذا ما نحن مرجوه من المجتمع المصري؟ ربنا يكفينا الشر. ربنا يكفينا. ناخد ساره ونرجع لحضرتك تاني. ساره اتفضلي يا فندم. ساره هلو اتفضلي يا فندم معاكي. سامعك كويس يا استاذ محامي. انت حضرتك انت بتتكلم على الزوجه الاولانيه، يعني ماشي ما هو بيتجوز بيظلم الزوجه الاولانيه والثانيه بيذوقها في شبكه الزباله وما بيصرفش على اولاده. يعني انا بابايا كان متجوز اثنين، متجوز مامتي ومتجوز واحده ثانيه عليها، ما صرفش عني وانا مليم حد. وخلاها اتطلقت واتنزلت عن كل حاجه بتاعتها، اتنزلت عن القايمه بتاعتها كلها. دي الثانيه ولا الاولانيه؟ الاولى. مامتي انا اللي هي الاولانيه. الاولانيه الثانيه مهنيه وسعيده، يعني ما كان بيشرف على الاولانيه معاه 3 عيال. وانا كنا ولد وبنت، ما كانش بيشرف علينا ولا مليم حتى. طب حضرتك ماما ما تدي تضمن مصاريف، كان ما بيقدرش يديها مصاريفنا، كانت بتديها مصاريف 1000 جنيه منع. طب ودلوقتي الوالد العلاقه بينكم ايه؟ يعني ما فيش اتصال خالص بينكم؟ لا اتعرف كل يعني الدنيا. سامي حضرتك، يعني هو ظالمني ومديش حقلك ورشته، يعني مديش حاجه فيه. طب عموما انا مش متواصل مع حضرتك، الصوت الشوك يعني توقفي في حته فيها شبكه عشان الشبكه مش واصله، يا ريت تعاودي الاتصال بينا تاني. شكرا ليك يا ساره. حضرتك انت وصلنا برضو احنا بنتكلم في الموضوع ديت لان المواضيع دي كارثه شائكه جدا، والناس ساعات بتخاف تتكلم فيها او بتتكسف تتكلم مش فيها حركة. ويقول لك لا بلاش نتكلم وخلي اللي جوه جوانا ونعيش ونكمل. ما ينفعش الكلام ده. يعني في بعض الناس وبعض يعني ما بنقعد مع ناس وبنشوف الناس جواها ايه وبيتكلموا، يقول لك انا يعني هي عيشه وخلاص وعايش وخلاص، سواء الزوج او الزوجه يقول لك دي بتعمل وبتسوي واديني عايش وخلاص، وتيجي تسمع منها تقول لك بيعمل ويسوي وبيضايقنا وهي عيشه وخلاص. ما هي العيشه وخلاص دي بتوصل بينا اللي احنا بنبقى بنطلع الاولاد عندهم عقد نفسية. اجتماعيه وعقد نفسيه لانه شايف باباه ومامته طول اليوم بيتخانقوا مع بعض. مزبوط. بينطبق عليه في مدرسته، بيبقى عدواني مع زمايله مع اخواته مع اهله مع قرايبه لانه شايف كل ده بيحصل. فاحنا عاوزين من خلال المنبر برنامجنا مستشارك القانوني بنوضح وبنقول للناس احنا يا جماعه بنقول لكم خلي بالكم من الحاجات دي، القنابل الموقوته اللي ممكن تودي بحياه الاسره والمجتمع كله. في اتصال معنا؟ طيب معنا استاذه ايمان من اسوان. استاذه ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم المحامي؟ اتفضلي يا فندم. اللي معاكم ماشي. دلوقتي اسمتي لو واحدة بتطلق يعني من جوزها ماشيين في قراءات الطلاق. بس مش عند محامي ولا أي حاجة، يعني عند مأسون مصادرها. تمام. الاسم دوت. ايوه. حقوقها الحقوق هي تاخدها ايه يعني الحقوق الشرعية بتاعتها؟ الحقوق الشرعية اللي هي المادية مثلا نفقة ومتعة ومؤخر الصداق؟ حاجات دي. حاضر حاضر ماشي. وفي سؤال، انت بتطلعي عند المأذون دلوقتي؟ هتتفقوا عند المأذون على كل حاجه؟ ما تبريش لما تاخدي حقوقك. يعني سياده المستشار بيقول لك ما تبريش وما تقوليش اي حاجه لما تاخدي كل حقوقك عند المأذون وتتكتب. المأذون غير مسؤول عن خطأك في الامضاء والتوقيع، بتكتبي ده في الوثيقه. لو وقعت حقك راح، لو انت ما خدتوش بيحصل الحاجات دي للاسف. حته في غايه الاهميه. بيروحوا عند بعض السادة مأذين، يعني مأذون شرعي. هو مأذون شرعي مالوش دعوة، هو عنده ثق نموذج اتفقتوا بيملى النموذج. يقول لها يقول لها مثلا على حد فرض انت ليكي نفقة متعة ومؤخر صلاة وكذا مثلا 10,000 جنيه مصري، انت بعد ما توقعي هتاخديها. لا انت وقعتي قضي الامر، اسمه الابراء. ما تجيش انت النهارده تمضي قدام المأذون وتيجي يبقى هو لسه ما خدش حق قبل ما تدخلي عند المأذون وتمسكي القلم في ايدك حقي. ويا ريت يكون قدام المأذون لان في شهود، ويكون حد معاها بقى والدها او حد. ما هو اللي بيحصل غير كده، هو بياخدها بيبقى يعني خلاص بقى العلاقه خلاص قفلت، قال لها تعالي معايا نروح للمأذون، تروح هي تمضي ثم تبكي لاحقا لاهلها. صح.
مهم. استاذ ايمان خليكي معانا وتابعينا بقى. ودي سياده المستشار قال لك تعملي ايه بالظبط، يعني تخلي بالك من كل حاجه مكتوبه في الوثيقه، وان انت حق الابراء بتاعك ده مش هتبري لا متعه صداقه، كل حاجتك تبقى موجوده معاكي في الوثيقه بتاعتك والعد. طيب في حاجه تانية عايزه تقولي عليها؟ في سؤال تاني معلش. اتفضلي. طيب اتفضلي. في واحده قريبتي ماشي اسمها دوت، جوزها توفى ومعها ايه، معها بنت بس ايه سايبين زي المراس يعني 10,000 10,000 ماشي اسمه دوت معاه، قالوا لا دوت يبقى ورث ولازم يتقسم على مامته مع اسمه دوت يعني مع مراته وبنته ومامته عايشه ومعاه 3 أخوات صبيان تمام ماشي دوت يتقسموا ازاي؟ حاضر هنقول لك. حاضر ماشي. شكرا ليك يا استاذ زينب. شكرا لحضرتك. تابعينا. طب هو السؤال ده في الميراث، ان هو الزوج كان معاه 10,000 جنيه ميراث وتوفى وعنده بنت وزوجه ومامته وثلاث صبيان، حتى بيتهيألي هيبقى القسمه الشرعيه. بس الشرعية اعلام شرعي. اعلام شرعي فين؟ ومن هم الورثه المستحقين؟ مش انت اللي هتقولي ولا انا اللي اقول؟ الا اذا تنازل الاخوه. الا اذا تنازل الاخوه والام عن وده ما بيحصلش. لا في ناس اللي بيبقى الناس اللي هو ذو القلب الرحيم بيقول لك ده مبلغ بسيط وبنته اولى بيه يعني. طيب هنرجع للحاجات اللي احنا كنا بنقولها تاني حضرتك. وهنا لما بنيجي الزوجه لما بتيجي تقول انا عملت خلع، طب الخلع بين الزوجين هي ماشيه في اجراءات الطلاق او في اجراءات الخلع خلع. ومقيمه في نفس البيت مع الزوج. مظبوط، كلام جميل قوي. هنا بتبقى في شائكه بقى. لا هي مش شائكه، هي نص الشرع ربنا قانون واضح اللي هي تبقى موجوده، هي زوجه وما زالت العلاقه الزوجيه قائمه حتى ولو حرمت العلاقه الخاصه، لكن أيوة. انت عايشه في مكان معاه في سكنه واحده يجمعكم سقف واحد، لكن لسه ما صدرش حكم المحكمه فالعلاقه صحيحه. لعل يتراضى لعل يتراضى ويصلح الله بينهما. بمجرد صدور حكم بالخلع قضي الامر، عليك التوجه الى المحامي العام لدائره المنطقه التابع ليها والحصول على تمكين منفرده. تمكين منفرده يعني الزوج مش موجود وفي غايه الاهميه. هتقولي شقه اجار قانون جديد اعمل ايه؟ الجاء الى تحكيم الاسر عليه بنفقه يسدد قيمه ايجار شقه سكنيه. هتقولي تمليك واخوات البرود بتاعتنا، دخلنا في نزاع. انت المقيمه رغما عن انف الجميع حتى ولو ادعى ام الزوج المطالب ومعاها تمكين وقوه القانون يعني كده القانون. واكيد لو معاها اولاد هي حضنه وبتقعد معاها. هنا بقى في حته مهمه قوي حضرتك اثرتها. هل الحضانه يحق للمراه في حاله الخلع الحصول على اجر حضانه؟ نعمل علامه استفهام. لا يحق للمراه، عشان دي من حقوق المراه المخلوعه الخلعه. لا يحق لها المطالبه بالحصول على اجر حضانه في هذه الحالة، لا يحق لها. وحكم محكمة النقض الحديث انه النهاردة يحق للزوج انه هو على حد الفرض الشقة دي ايجارها 5,000 جنيه مصري وانا النهاردة محتاج شقتي نفس القيمة الفعلية اللي بتسدد، عليه ان يلجأ الى التحكيم وهو القضاء، ونفس القيمة المالية مع زيادات السكن الشهرية او السنوية. فاصبح النهاردة شقة الزوجية، عشان اللي بيخلعوا خلوا بالهم شقة الزوجية ممكن تطير اذا قام الزوج بارتضى امام القضاء بانه يسدد القيمه الفعليه لقيمه الشقه، هتطلعي بره الشقه. ايوه مش انا اللي بقول، هذا هو القانون. واحده تقول انا هعجزه، انا هاخد الشقه وهعجزه. لا انا بعتذر، مفيش حاجه اسمها تعجيز. القانون زي ما مداك حقك واداك حقوقك مكفوله كامله ادي للزوج. القانون ميزان عداله. فالنهارده شقه الزوجيه في حاله صدور حكم بالخلع هل يحق للزوج التقدم للقضاء وسداد قيمة الإيجارية على حد الفرض لو افترضنا إنها قيمة إيجارية؟ نعم. لكن ما يجيش بقى شقة أنت معادني في مصر الجديدة في النزهة ولا غيره وإن أنا عايشة في مستوى راقي شقة تساوي 10,000 وأجيب شقة في منطقة أدنى. لا، هنا القضاء هيرفض مش أنا اللي هرفض. المحكمة هي صاحبة الشقة. طيب هناخد محمود ونرجع لحضرتك تاني. أستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرتك أنا كنت عاوز أسأل سيادة المستشار سؤال بس. اتفضل. زي اتفضلك، هو دلوقتي حضرتك واحدة عاوزة تتطلق بس جوزها محبوس محكوم عليه حكم 25 سنة. وهي عمرها 22 سنة، فحرام إن هي تستنى 25 سنة لما يسدد حكمه ويطلع.
وفي الحاله دي ان هو لو هيطلع عليه طار فمش هينفع ان هو تكمل معاه في طار دلوقتي انها تتطلق. راحت لاهل اهل جوزها قالت لهم انا عاوز اتطلق، قالوا لها مالكيش عندنا حاجه وعافيه مش هتاخد حاجه. في الحاله دي هي تعمل ايه؟ حاضر هنجاوب حضرتك. حاضر تمام يا ريس. تمام شكرا ليك، تابعنا وان شاء الله هنجاوبك. شكرا ليك يا فندم. هو بالنسبة له الأمر بسيط جدا. عليها التوجه إلى مأمور السجن في المكان المسجون فيه وتتقدم بطلب للسيد المأمور السجن إن هي متضررة ضرر أهو 22 سنة وهو 25 سنة. يحق ليها التقدم بطلب للسيد المأمور السجن بطلب برفع دعوة، والدعوة دي بتخلص خلال شهر واحد. مش محتاجة حاجة. بيصدر قرار من المحكمة مش كده بس. ده طلال الضرر وكل حقوق من أهليته اللي هم خارج قفص الاتهام. تمام. هي بس اكيد هم في بلد معين او في الصعيد عاده بيحصل فيها المشكله دي. والموضوع ده لا الامر بسيط قوي. ولكن حقها محفوظ كامل. واذا كانت طلبت الطلاق للضرر زي ما قال سياده المستشار بتروح لمأمور الاسم وبترفع الدعوه بتاعتها وبتاخد الحكم بتاعها وبالتالي بتاخد كل حقوقها الشرعيه. وبيطبق بالصيغه التنفيذيه يعني مفيش تعب. سريع. طيب لما برجع كان معانا بعض الاسئله وكان بيتكلموا معانا عن الطلاق للضرر. الطلاق للضرر أنواع الضرر كثيرة جدا، منها الزوج ممكن يكون مدمن، الزوج بيعتدي على الزوجة، الزوج بيطلب حقوقه الشرعية بطريقة غير آدمية صريدة اللسان يعني بيمد ايديه بيضرب بيشتم، كل الحاجات ديت دي أنواع الطلاق للضرر. إذا كان الزوج معتاد ان هو يمد ايده على الزوجة وراحت عملت محضر في الاسم ان هو بيعتدي عليها من الوقت الآخر، هل المحاضر دي بتجمعها كمحاضر استدلالية لها في إثبات طلاقها للضرر بالنسبة للزوج وبتاخد بها المحكمة؟ أولا الضرر محكمة النقض بالنسبة لأحوال الأسرة ما وصفتش هو الضرر. يعني الضرر في حد ذاته ضرر مادي، ضرر معنوي زي ما حضرتك وصفته لنا. الضرر في حد ذاته ده لازم يكون إطار مادي ملموس محسوس. يعني إيه؟ أنا النهارده رحت المعاليك كقاضي برفع دعوة ضرر، إيه اللي أنا أقوله؟ أنا مضرورة من إيه؟ والله ده صليت اللسان، يبقى في محاضرة رسمية، في شهود عيان. والله ده قام بعدم النفقة علي وعلى رفعت دعوة وثبت إنه ده ضرر، يحق؟ نعم يحق. تزوج من أخرى أقل مية ماديًا و وأسريًا وأهاني وأهان العيال، هل يحق؟ نعم يحق. إذا طلاق الضرر يحق المرأة في أي حالة إذا ثبت مادي ملموس محسوس. المحكمة الدول وفي اسرع وقت. في ناس بقى بتقول حته مهمه قوي يعني انا سالت فيها، هل اصابه الزوج باحد الامراض الوبائيه زي كورونا زي الايدز هل يحق للزوجه طلب الطلاق للضرر؟ ده اكيد ده مرض يعني خطير وممكن اللي هي تصاب منه وتتاذي الزوج. يعني اذا النهارده حضرتك بتبيح لو في مرأة النهارده انا مش قاضي ولكن زوجة عنده كورونا كورونا على حد المرض يحق ليها طلب الخلع؟ الخلع للكورونا هو دلوقتي الخلع لا وعايز اقول لك الطلاق دلوقتي والخلع بيبقى اللي مثلا الزوجه تقول لك الزوج مثلا صوته عالي وهو بيناي وهو نايم بيشخر بتروح تعمل خلع عشان ده لا هو ما بالك بقى الزوج عنده مرض لا قدر الله عنده مرض مزمن يعني النهارده مثلا فهل يحق؟ والله انا شايف كوجهه نظر كواحد بسيط بقول ممكن يحق لي ان هي ترفع طلاق للضرر. طيب احنا الحته دي هنوصفها مهمه قوي في غايه الاهميه لان احنا كنا في نقاش فيها من فتره مع بعض الساده اطباء الميديكال الخاص بالامراض الوبائيه. ايوه في امراض يجوز منها العلاج لا يحق لها. يعني نفترض الزوج اصيب بمرض الكورونا له علاج فهل يحق لها دعوه طلاق الضرر؟ لا يحق لها. تمام. مرض زي الايدز خلاص هو مرض مزمن بقى ومضر موجود مش هي امراض السرطانيه والتي تصيب الرجل في امور تخصه بالعلاقه الخاصه هل يحق؟ نعم يحق. لكن القانون جه هنا سوا لابد ان يكون الضرر ملموس محسوس يعني عندي دليل. فالنهارده لو افترضنا ان المرض وبائي وله العلاج خلاص طلاق الضرر انت عايزاه لان في دعوه اترفعت بالفعل منذ ايام في هذا الامر. تمام. هرجع معاك لنقطه تانية يعني هو الموضوع يعني بيعمل يتشعب مننا خدنا من خلع الطلاق ولكن كل كلمه احنا بنقولها اكيد ناس مشاهدين بيسمعونا وعايزين يقولوا لنا يعني احنا بنسمع وعندنا شغف للموضوع ده كله. الموضوع كبير واحنا عاوزين ليه حلقات كتيره جدا. الوقت معاك انتهى.
مشكور معاك وشكرا جزيلا. اتمنى ان شاء الله يكون بينا لقاء الله. اخر بس اخر سؤال بس هاخده معاك كده، هل هناك عده للخلع؟ لا ليس هناك العده، بتصرف في نص القانون في نفاذ الحكم بالصيغه التنفيذيه ال 45 يوم. 45 يوم طيب، ده كان اخر سؤال معانا. انا بشكرك سعاده المستشار محمد النحاس، وكان اللقاء شيق معاك، تشعبنا في مواضيع كتيره، على امل وعد ان تكون معانا ان شاء الله في حلقات اخرى. المواضيع كبيره والناس عايزه تفهم حاجات كتيره جدا، واكيد من خلال وجودك معانا ان شاء الله هنفهم الناس مواضيع كتيره جدا. بشكرك وشكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم من برنامج مستشارك القانوني. انا بشكر ضيفي سياده المستشار محمد النحاس، المستشار القانوني والمحامي بالنقد، وبشكره للاجابات الجميله اللي هو افادنا بيها عن الخلع والطلاق والضرر وحاجات كتيره جدا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب تكون أسئلتنا كانت بلسانكو النهاردة وجاوبنا على جميع أسئلة السادة المشاهدين. على أمل ووعد أن يتجدد لقاء معكم في برنامج مستشارك القانوني. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.